شارك سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام في اجتماع الدورة العادية 20 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في أبو ظبي برئاسة معالي الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية الشقيقة رئيس المكتب التنفيذي. وخلال الاجتماع أكد سعادة وزير الإعلام أن الرؤية السديدة لجلالة الملك المعظم وتوجيهات الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تدفع دوما نحو العمل على تعزيز التضامن العربي المشترك والارتقاء بمستويات التعاون العربي في المجالات كافة، وهذا ما ترجمته مخرجات قمة البحرين وما صدر عنها من قرارات وتوصيات. وجدد سعادة الوزير التزام مملكة البحرين بدعم المساعي والجهود الرامية لمواصلة تعزيز مسيرة التعاون الإعلامي العربي المشترك بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة. وشدد على الأهمية المتزايدة للدور المحوري الذي يلعبه الإعلام العربي، داعيا إلى ضرورة تبني المبادرات النوعية التي تعزز من حضوره وتمكنه من أداء دوره وإيصال رسالته بكل أمانة ودقة ومسؤولية. وأوصى المكتب التنفيذي بمواصلة الدعم الإعلامي للمبادرات التي أطلقها جلالة الملك المعظم في قمة البحرين، كما ناقش المكتب التنفيذي خلال الاجتماع عددا من المواضيع والقضايا المدرجة على جدول الأعمال. المعالي والسعادة أعضاء المكتب التنفيذي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية يشرفني أن أنقل إليكم تحيات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتمنياتهما لهذا الاجتماع بالتوفيق بتحقيق التطلعات المشتركة التي تعزز من مكانة الإعلام العربي في إيصال رسالته النبيلة. كما يطيب لي أن أستهل كلمتي بالتعبير عن خالص الامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على حسن الضيافة وكرم الاستقبال غير المستغرب على هذا الوطن العزيز الذي أصبح نموذجا للريادة والإبداع وملتقى لدعم القضايا العربية والإسلامية ومركزا لتعزيز التآخي الإنساني، وذلك في ظل القيادة المباركة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله ورعاه. أصحاب المعالي والسعادة، لقد جاء انعقاد القمة العربية في دورتها 33 في مايو الماضي في مملكة البحرين ليؤكد النهج الراسخ للمملكة بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه باحتضان المبادرات التي تصب في تحقيق الأمن والنماء لكافة شعوب المنطقة. وقد تضمنت قمة البحرين العديد من المبادرات الخلاقة لتأمين مستقبل أفضل للمنطقة والعالم، ومنها الدعوة لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ودعم الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وقبول عضويتها في الأمم المتحدة. كما تضمنت توفير الخدمات التعليمية والصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة، بالإضافة إلى تطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي. هذه المبادرات تمثل ركيزة أساسية للعمل الإعلامي العربي المشترك خلال الفترة المقبلة. وقد اختتمت مملكة البحرين يوم أمس منتدى الأمن الإقليمي حوار المنامة 2024 الذي نجح عبر مسيرة امتدت لعشرين عاما أن يكون منبرا دوليا لمناقشة القضايا الجوهرية المتعلقة بالأمن والسلام الدوليين، وهو الذي يعد ترجمة حقيقية لرؤية سيدي صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المعظم في أن تكون المملكة في عهده الزاهر الذي نحتفل هذا العام باليوبيل الفضي له منارة للحوار المعزز لقيم السلام والتعايش والتعاون المدعم لركائز الأمن والنماء لمجتمعاتنا وإقليمنا وللعالم أجمع.